لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت: بسبب ضائقة مالية انتحار شاب دون العشرين جنوبي الفلوجة. في صحيفة المدى: عشرة محافظين يودعون مقاعدهم في 3 سنوات بسبب التنافس السياسي وأموال إعادة الإعمار. في كتابات: اعتراضات بالجملة على موازنة 2019 وزيارة عاجلة إلى أربيل للكشف عن عائدات المطارات والجمارك والنفط. في موقع الجزيرة نت: استقالة جديدة من فريق ترامب اعتراضا على قرار الانسحاب من سوريا. في العربي الجديد: العراق الخلافات السياسية تتوسع لتشمل محافظين. صحيفة القدس العربي: ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في أندونيسيا إلى 62 قتيلا. وفي صحيفة الحياة: واشنطن تعتقل صينيا بتهمة سرقة أسرار تجارية. السلام عليكم. العملية السياسية المشوهة التي جاء بها الأمريكان بعد احتلالهم العراق عام 2003 أريد لها أن تستند إلى المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب، وإلى الفوضى والفساد والسرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن من قبل من يسمون أنفسهم بالسياسيين وقادة الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي بعد الاحتلال، كي لا تستغل هذه الأموال في بناء الوطن وتقديم الخدمات للشعب. واعتمدت أيضا على إثارة الصراع الطائفي بين مكونات الشعب للنيل من وحدته وتماسكه وتدمير روحه الوطنية وتدمير القيم الاجتماعية، وعمل الأمريكان وعملاؤهم على تدمير العلم بكل مستوياته وتسييس القضاء وإهمال الخدمات الصحية وإهمال البناء والإعمار وإشاعة الجهل والأمية وتدمير ركائز الاقتصاد العراقي، الصناعة والزراعة والتجارة. هذا ما جاء في مقال للكاتب سامي الزبيدي في صحيفة الزمان العراقية. وبعد 15 عاما من الفساد وسرقة أموال الدولة ونهب ثروات الوطن من قبل من يسمون أنفسهم بالسياسيين وأحزابهم وعوائلهم، وبعد سنين من الحروب والقتال والصراع الطائفي واستشراء الجهل والأمية والمخدرات وارتفاع نسب الفقر والبطالة والأمراض إلى نسب مخيفة، ومن سوء الخدمات وسوء الإدارة، ظل العراقيون يمنون أنفسهم ببصيص أمل وبؤرة ضوء في آخر النفق المظلم الذي أدخل الفاسدون والفاشلون وطننا وشعبنا فيه، لعله ينقذ العراقيين من محنتهم ومأساتهم. وكانوا يعولون على كل انتخابات تشريعية أملاً في وصول أحزاب وطنية وسياسيين عراقيين أصلاء لقيادة العملية السياسية، وبالتالي قيادة الوطن إلى بر الأمان بعد أن أوصله الجهلة والفاسدون والفاشلون إلى الهاوية السحيقة. وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة الفرصة المناسبة لأحداث التغيير، واستبشر العراقيون خيراً بهذه الأخبار، لكن وللأسف الشديد فإن هذه الانتخابات شابها الكثير من عمليات التزوير وبيع وشراء الأصوات، بل وشراء مراكز انتخابية قام بها الفاسدون والمزورون باستغلال مال الشعب المسروق ليعودوا إلى الواجهة. للأسف نقولها إن القضاء لم يتخذ الموقف الحاسم من عمليات التزوير الكبيرة التي حدثت في الانتخابات، بل على العكس أيد نتائج مفوضية الانتخابات غير المستقلة والمتهمة بعمليات تزوير كبيرة، مما أفقد نتائج الانتخابات مصداقيتها، فانعكس ذلك على الساحة السياسية وعلى الأوضاع المأساوية للشعب الذي خرج بتظاهرات صاخبة انطلق شرارتها من البصرة وامتدت لأغلب مدن العراق، مطالبة بالإصلاحات والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعيينات ومحاسبة الفاشلين والفاسدين وسارقي أموال الشعب. لكن هذه التظاهرات جوبهت برصاص القوات الأمنية وبالوعود الكاذبة كسابقاتها.
فجأة ومن دون مقدمات اكتشف مجلس محافظة بغداد أن العاصمة تحتاج إلى دبل محافظ واحد لشؤون الإعمار الذي يزدهر بسرعة البرق، حتى أن عواصم مدن كبرى قررت دراسة تجربة بغداد في التنمية، والثاني لشؤون الفضيلة وضبط أخلاق أهالي العاصمة الذين يعيشون في بطر ورفاهية لا تحلم بها مدن مثل طوكيو وبرلين وسنغافورة. غير أن الجانب الكوميدي في مشروع دبل محافظ لا يتعلق بتوقيت إطلاقه ولا بالفساد المستشري في أروقة مجلس المحافظة، وإنما بإصرار كل محافظ على أن يخبرنا أن بغداد تحتاج لجهوده، وأن مهمته ليست مفروشة بالورود، وأنه جاء إلى المنصب بكل ديمقراطية وشفافية، بحسب مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. والآن محافظة بغداد بقيادة مجلسها لا تزال تحتل مراتب متقدمة على لوائح الخراب والجهل والفساد، والناس فيها لا تريد أن ترى وجوه أعضاء مجلس المحافظة المكفهرة، ولا يهمها أن يتصارع الإصلاح مع البناء من أجل المناصب وليس من أجل الخدمات. سكان العاصمة يريدون مجلس المحافظة أن يذهب إلى متحف الكائنات المنقرضة، وهم لا يحلمون بزمن بغداد المدنية في الخمسينيات والستينيات، فقط يريدون زمناً جديداً لا تتحول فيه العاصمة إلى مدينة خراب وظلام تسيطر عليها عصابات كواتم الصوت التي ترى في العراق مجتمعاً جاهلياً. ألم يكن هناك مجتمع عراقي متدين وفاضل قبل أن تظهر علينا نعمة مجالس المحافظات الإيمانية؟ الناس انتظرت من هذه الأحزاب أن تفعل شيئاً أو تقدم بشارات خير يمكن من خلالها أن تبني مؤسسات الدولة، إلا أننا فوجئنا أنهم لا يفعلون شيئاً ويسيرون على خطى القائد المؤمن ويتحالفون حتى مع الشياطين من أجل اقتسام منافع ومغانم السلطة وتحويل البلاد إلى دكاكين ينشرون فيها التخلف والاستبداد. ويقول الكاتب: يا سادة أصحاب مشروع دبل محافظ، نتمنى عليكم أن تجيبونا، لماذا لا تزال العاصمة بغداد أشبه بقرية تعيش في زمن القرون الوسطى؟ ماذا فعلتم لبغداد في السنوات الأخيرة؟ لا أصدق عادة الحكايات الخرافية عن المؤامرة الدولية التي تتربص بالنهضة التي يريد أن يقودها مجلس المحافظة، فمنذ سنوات وكل شيء في بغداد سيء وفاسد وعاجز. إيران وأمريكا من الوئام إلى الخصام، مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية حول العلاقة الأمريكية الإيرانية وانعكاسها على العراق. بدأت العلاقة الدافئة بين إيران وأمريكا تتوتد وتترعرع وتتوثق من خلال العمل المشترك في نسج كيان المعارضة العراقية والتنسيق المثمر والمتصل فيما بينهما لإضعاف نظام صدام ثم إسقاطه بعد ذلك، وقد بلغت ذروتها في عهد جورج بوش الابن، خصوصاً في غزو العراق وإسقاط النظام وتدمير حزب البعث وإلغاء الجيش العراقي الذي حارب إيران 8 سنوات وتسليم السلطة لوكلاء النظام الإيراني العراقيين والاعتماد الكلي على دعم المرجع السيستاني للحاكم المدني الأمريكي بول برايمر لجهوده في تشكيل مجلس الحكم وكتابة الدستور واجتثاث حزب البعث والتعاون على استئصال المقاومة التي أطلق عليها الإيرانيون ووكلاؤهم صفة الإرهاب، حتى غدت الجيوش الأمريكية تعتمد بلا حدود على إرشادات الأحزاب الدينية الحاكمة وميليشياتها ووشياتها ومعلوماتها عن فصائل المقاومة وأماكن تواجدها، حتى امتلأت معسكرات الاعتقال الأمريكية بعشرات الآلاف من الرجال والنساء دون تهم محددة ولا تحقيقات ولا محاكمات، وقد ثبت بعد سنوات من اعتقالهم أنهم كانوا أبرياء وضحايا وشايات مغرضة حاقدة من أحزاب السلطة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سيثبت ترامب على ذلك أم يفاجئ العالم بقرار انقلابي آخر أشبه بالقرار الذي أمر فيه بالانسحاب من سوريا؟ إن كل شيء محتمل. لم يكن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا مفاجئاً من حيث المبدأ، فالرئيس ترامب أعلن في 29 من آذار مارس الماضي أنه سيسحب هذه القوات،
لكن المداولات اللاحقة في مؤسسات صنع القرار في واشنطن من جهة وضغوط بعض الدول من جهة ثانية أرجأ الموضوع 6 أشهر أخرى، لكن المفاجأة تكمن أولاً في توقيت القرار، فقد جاء بعد 2 شهر من تصريحات متعددة لأهم المسؤولين في الإدارة الأمريكية تؤكد أن واشنطن لن تنسحب من سوريا إلا بعد تحقيق 3 أمور: القضاء على داعش، انسحاب القوات الإيرانية والدائرة في فلكها، حصول تسوية سياسية، بحسب الكاتب حسين عبد العزيز في موقع عربي 21. لماذا الانسحاب الكامل من سوريا وحدها وليس من العراق أيضا؟ الإجابة عن هذا السؤال ربما توضح أسباب الانسحاب من سوريا. ثمت سببان في تقديري. الأول هو وجود روسيا وهي وحدها القادرة على حفظ الأمن والترتيبات العسكرية التي حدثت خلال العامين الماضيين، في حين لا توجد قوة مماثلة في العراق سوى القوات الأمريكية. والسبب الثاني أن سوريا في العقل الأمريكي لم ولن تكون جزءاً من العباءة الأمريكية ولن تدور في فلكها، لا الآن ولا في المستقبل. لكن هذا لا يعني تخلي الإدارة الأمريكية عن كل ما بنته الولايات المتحدة في سوريا، بقدر ما يعني أن واشنطن قادرة على الحفاظ على مصالحة العليا عبر 3 بوابات: الوحدات الكردية التي لديها قوة عسكرية معقولة، والأتراك الذين سيحصلون على موافقة أمريكية لتأمين حدودهم من دون الذهاب بعيداً في محاربة الوحدات الكردية، وثالثاً عبر البوابة الروسية. وهنا تبدو الصفقة المضمرة على ما أعتقد، على الرغم من التصريحات الروسية التي أظهرت مفاجأتها من الانسحاب الأمريكي. يضيف الكاتب: يعتقد البعض في واشنطن فضلاً عن روسيا أن الانسحاب الأمريكي سيمهد لانسحاب القوات الإيرانية في قلب للمعادلة المعتمدة داخل الخطاب الأمريكي الرسمي. بعبارة أخرى، لن تسحب أمريكا قواتها من سوريا بعد سحب إيران لقواتها، وإنما العكس، بحيث أن انسحاب الولايات المتحدة أولاً سيؤدي إلى انسحاب إيران ثانياً، وهو موقف تدعمه موسكو، ويبدو أن لديها نوعاً من الضمانات حيال الانسحاب الإيراني، فضلاً عن أن النظام السوري قد يطلب من إيران تخفيف تواجده العسكري بشكل كبير إن غاب التهديد العسكري الأمريكي وبقي الروس أسياد الساحة عسكرياً. بالنسبة لموسكو، فإن مغادرة الأمريكيين إنجاز استراتيجي في مطاردة الوجود الأمريكي هنا وهناك، والحلول محلة. أما تركيا التي تستعد علناً وببث كل التفاصيل لمواجهة مع الحركة الكردية المسلحة، فهي ترى في الانسحاب الأمريكي إضعافاً لقوة الطرف الكردي المسلح ورفع الغطاء السياسي عنه، وتكشف التصريحات التركية أنها لا ترى تداعيات أخرى للقرار الأمريكي، ويمثل هذا الانزياح التركي إنجازاً لإيران وروسيا وبلوغ محفل أستانا غاياته في تحييد تركيا عن كل ما يجري في سوريا باستثناء الحرب المسموح بها على الأكراد، بحسب الكاتب محمود الرماوي في صحيفة العربي الجديد. ولنا أن نلاحظ أن هناك اصطفافاً واسعاً بات يضم تركيا مع إيران وروسيا في هذه المرحلة المفصلية، على أن يتم التنسيق الروسي الإيراني لاحقاً للضغط على تركيا من أجل الخروج بعد هزيمة داعش والحركة الكردية. إن تحققت هزيمة هذه الحركة وإذ تربح تركيا مؤقتاً من الانسحاب الأمريكي، فسوف تخسر لاحقاً مع تعاظم الوجود الإيراني والروسي. ذلك أن الانسحاب الأمريكي سيمكن إيران من الوصول إلى البحر المتوسط عبر الحدود العراقية السورية وصولاً إلى دمشق فبيروت. وإلا ما الذي سيعترض طريق القوات الإيرانية على الحدود بعد الانسحاب الأمريكي وبعد بقاء جيش مغاوير الثورة هناك بغير غطاء؟ وبهذا يمثل الانسحاب الأمريكي هدية سخية لإيران وأكبر مما كانت تنتظره، وسوف تعزز القوات الإيرانية وجودها في الجنوب السوري بما يهدد الأردن، مع تعزيز الوجود الإيراني في العراق ولبنان، ويشمل السخاء روسيا التي سوف تنشغل بتقاسم النفوذ مع طهران، وإلى إشعار طويل آخر. في مجريات الأحداث على ضفاف القرار الأمريكي، فإن الأنظار تتهيأ لمتابعة حرب طاحنة في مناطق شاسعة بين سوريين عرباً وأكراداً، وهي حرب تلبي مصلحة تركيا على الأمد القصير بإضعاف العامل الكردي،
وتؤدي على العامل على المدى المتوسط بعد استنزاف الطرفين المعارضة المسلحة والحركة الكردية المسلحة إلى تعظيم الوجودين الإيراني والروسي، وبغير ضمان لعدم انبعاث داعش مجدداً. لا أحد كان يتوقع أن ينتهي العام وأسعار النفط عند هذه المستويات التي وصلت إليها. لقد هبطت أسعار نفط برنت نحو 30 دولارا في فترة وجيزة لتصل إلى 55 دولارا، بينما هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بمعدل كبير كذلك لتصل إلى منتصف الأربعينات. ولا يبدو أن العام المقبل سيكون أفضل على أي حال بالنسبة لأسعار النفط على الأقل في النصف الأول، لأن السوق لا تزال تتخوف من وجود زيادة في الإنتاج يقابلها ضعف في الطلب، بحسب الكاتب وائل مهدي في مقال بصحيفة الشرق الأوسط حول أسعار النفط. حقيقة إن أساسيات العرض والطلب في السوق ليست سيئة لنرى النفط عند هذه الأسعار، ولكن الضغوط الجيوسياسية قوية جداً وهي المحرك الرئيس للأسعار وليست الأساسيات. إن أكبر المخاطر على أسعار النفط سببها ليس دول أوبك، بل تأتي من الولايات المتحدة التي أصبحت اليوم مصدر المخاطر الأول لأسعار النفط. فمن ناحية الخلل في أساسيات العرض في السوق، فإن مصدره الإنتاج الأمريكي الذي من المتوقع أن يتزايد في الأشهر المقبلة. لقد تمكنت الولايات المتحدة بفضل النفط الصخري أن ترفع إنتاجها إلى 11 مليون و600 ألف برميل يومياً مؤخراً، تصبح أكبر منتج للنفط في العالم متخطية روسيا والسعودية. وفيما يتعلق بتصدير المواد البترولية بشكل عام، فأعلنت الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي أنها أصبحت مصدراً صافياً للمواد البترولية بعد أن ظلت لعقود طويلة مستورداً صافياً لها، نظراً لأن ما تستورده من نفط خام ومنتجات أعلى مما تصدره. أما أساسيات الطلب فالمخاوف حول اختلالها كذلك متعلقة بالولايات المتحدة وحربها التجارية على الصين، إذ أن الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط الخام، وهناك مخاوف كبيرة بأن تؤثر نتيجة هذه الحرب على نمو الاقتصاد الصيني وبالتالي على الطلب على النفط. وبعيداً عن كل هذه الأمور، فإن السياسات الأمريكية بشكل عام أصبحت متقلبة ولم يعد هناك وضوح فيما يتعلق بعلاقتها مع دول أوبك. فعلى سبيل المثال، بعد أشهر من الإعلانات الأمريكية عن فرض حظر كامل على النفط الإيراني، وهو ما جعل كثير من دول أوبك ترفع إنتاجها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتعويض أي نقص في السوق، قررت الولايات المتحدة بشكل فردي إعطاء استثناءات لثمانية زبائن لإيران من الحظر، وهم أكبر زبائنها على رأسهم الصين والهند، ما يعني أن الحظر لا يكون ناجحاً. حتى العراق حصل كذلك على إعفاء من الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر يسمح له باستيراد الغاز الطبيعي من إيران. أظهرت دراسة سويدية حديثة أن شرب عصير السبانخ بدلاً من طهوه هو أفضل طريقة للاستفادة من مضادات الأكسدة الموجودة فيه التي تكافح تصلب الشرايين. وأجرت دراسة باحثون في جامعة لينشنبوينغ السويدية ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية كيمياء الطعام العلمية. وأوضح الباحثون أن السبانخ يحتوي على مستويات عالية من مادة اللوتين الطبيعية المضادة للأكسدة، وهي عبارة عن أصباغ طبيعية تكسب السبانخ لونه الأخضر الداكن. ودرس الفريق دور اللوتين المضاد للأكسدة، اكتشفوا أنه يمكن أن يوقف الالتهاب في الخلايا المناعية لدى المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.